النساء إن النساء جيت يا مرتي كيف تقول يتيم وانا لسه عايش على وش الدنيا؟ والله الكلمة دي خسارة فيه. أنا مش بتاع جواز. أنت وصلت اللحية كمان. جنس هي المرة دي؟ ما أصل العيش والملح ما يهونش اللي على ود الحرام يا ود العمدة. في عابر ولا عورة ولا عرجل ولا الحريم اللي بيعرفهم أحسن مني وأجمل مني. أخوك من صلب أبوك. سير اجيبه هنا واتربى وسطيكم. انا هقوم من قدامك قبل الغلط. اروح اشجر على الجاموسه. ايوه الجاموسه جاموسه. والله ما هترتاح لما تخرب. بدك ديها نصره؟ ماشي. ماشي.
اعمل لك شاي ولا قهوه يا حضره العمدي؟ دوري من قدام دلعك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت فين يا زاهية وين وداك المركز؟ استنى عليا لما اخد نفسي. رد عليا يا زاهية، ايه اللي وداك المركز؟ انا ما طايقش دبان وشي. وايه اللي مخليك ما طايقش دبان وشك؟ وبعدين معاكي، وبعدين معاك يا بنت الناس. انا كتبت 10 في ابن الولد فراج. بتقول ايه؟ اللي سمعته يا ابو حمدان. وكيف تعملي حاجه زي دي من غير ما تشوريني؟ اشورك ليه؟ ارضي وانا حره فيها. ايه اللي زعلك فيك دي؟ ايوه ارضي كنت حره فيها صح، بس ما فكرتش في عيالك لما يعرفوا هيقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، هم هيتحكموا فيها. يا زاهية انت كده بتزرع الكره وسط ولادك. خلاص اكتب لي دياب وحمدان زي انا ما كتبت الفراج، ولا ارضك ما هيناش عليك يا عمدي. تتخبلت في نفوقك ولا ايه يا زاهية؟ عايزانا نوزع التركة واحنا لسنا عايشين. معاوزش انت حر، بس انا كمان حرة في ارضي وفي مالي، ان شاء الله يا ربي اديها لولدي كلها. خلاص يا زاهية الأمر لله، أنا حسكت، بس أنت كمان ما تجيبي السيرة بالموضوع ده للحمدان ولا لدياب ولا الجنس مخلوق. ماشي يا هارون، بس أنا كمان عاوز أعرف إيه اللي وداك للولية اللي اسمها نصرة دي؟ نصرة؟ أنت أعرفك؟ فاكرني نايمة على وداني؟ زمان اديتك الأمان، رحت اتجوزت عليا وجبت لي ضرة، من ساعتها وأنا بنام مبحلقة. انت عارفك اني رحت لنصرة. انت اللي هتقولي رحت للولية الربرابة دي ليه؟ خلاص خلي اللي قال لك اني رحت لها يقول لك انا رحت لها ليه. خلاص انا هروح لها بنفسي واعرف منها كل حاجة. انت عايزة تعملي لي فضيحة في البلد ولا ايه يا زاهية؟ ما انت ما عايزش تقولي اللي بينك وبين الولية دي، وما عايزش تقولي رحت لها ليه. بزياداكي بزياداكي يا زاهية، ويمين بالله العظيم لو رجلك خطت عتبة البيت ده من غير اذني ولا رحت النصرة من ورايا ليبقى فيها خراب ليكي. ماشي اشربي ربنا يهديكي اشربي. يا لهوي ما عاوزاش يدوب بوق المية. يعلم بحالنا وغني عن سؤالنا يا رب يا رب تروق يا رب. قولوا يا عيال يا رب تروق يا رب تروق يا رب يا رب يا رب تروق يا رب تروق يا رب. شوف يا ابوي مفيش غير الغفير نجاتي هو اللي قالها. غفير نجاتي اشمعنى؟ هو مش بلازمك في كل مشاويرك؟ بعدين انت لما رحت البيت ناصرة كان معاك مش كده؟ ايوه استناني برا البيت. ايوه 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 دلوقتي خدت بالي كيف زاهية بتعرف اخباري اول باول. موظفت اللي اسمه نجاتي ده رجله على رجلي، بيروح معايا اي مشوار سواء في البلد او المركز. لساك واخد بالك دلوقتي يا ابوي؟ اتريها كانت تكبش وتدي لنجاتي ومرته لحمه وكسوه وفلوس دون عن بقيه الغفر. ده انت نهارك مجندل يا نجاتي. اقول لك يا حمدان هات الواد الكلب ده هنا عشان اعرف كيف اقدبه. لا لا يا ابوي ما توسخش يدك مع كلب زي ده، وبعدين انت لو ادبته ولا عملت له اي حاجه امي هتحوش عنيه. يعني ايه؟ يعني بقول نلموا الموضوع ولاش نكبر الحكايه عشان الدنيا ما تولعش مع امي. يعني يا ياد لساك بتخاف من امك بعد ما بقيت راجل ووالدك بقى طولك؟ انت عارف يا ابوي امي ما نسيليش اللي حصل زمان. وانا اللي بقول ما حدش طالع لي في ولادي غير حمدان، ويوم ما يبقى عمده من بعدي هيرفع راس الصفوانيه. يا ابوي خلاص خلاص خليك انت، ها انا هشوف حد تاني غيرك يكون ما بيخافش. ملهوش لازمه الكلام ده يا ابوي، انت عارف لو قلت لي ارمي نفسك في البحر هعملها. ارمي نفسك في البحر ما بينش. خلاص يا ابوي انسى الموضوع ده خالص،
وانا هخلصك من غفير نجاتي ده نهائي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اللبن يا امه. بتزغلت ياما عشان الجاموسه راجعه. معلوم الحمد لله علم بينا يا ربي. انت شاطره ولا حكير المعلم يا اعملنا عدو تصيه ناكلوها بلبن الغاليه. روح يا امك انا نادراها. اول حلبه رز بلبن للغلابه. واحنا مالناش في الرز بلبن ده ولا ايه؟ مالكش كيف يا ابو نص لسان انت؟ هي الميه تفوت على عشطان يا وكمان هعملك فطيره بسكر. يا بختك يا عم حسن. ما قلتليش ياما عملت ايه عند صبحه امبارح؟ صراحه المره محملاني السلام امانه ليكم كلكم. انا كمان نفسي اشوفها. دايما تحكي لنا عنيها وعن والدها يحيى. عمرنا ما شفناها. يحيى بسم الله ما شاء الله جدع زين ودمه حامي والله خساره في اللي جابه ما يستاهل ضفره. الجاموسه خفت والدنيا راقت والامتحانات قربت. قومي يا بنت ذاكري. حاضر يا ما تقلقيش بنتك شاطره. بتمنى على الله يا اختي. قولي لي يا ماما ابويا مالي وانا معود من المدرسه لقيته قاعد في الدكان مبوظ. رميت عليه السلام زي ما يكون بس معنيش وكمان ما جاش يتغدى معانا. لا ما تخافش انا اصلحه الليله. هدي سرك. هدي سرك. بقول ايه اللي حصل. انا جاي من بيتي على بيت حضره العمده عشان الحاجه جايه كانت شيعت لي وعايزه مني حاجه كتير. بعدين حصل ايه؟ طلع عليا اتنين من الضلمه وقعدوا يضربوا فيا وسرقوا البندقيه وهربوا. سرقوا بندقيتك الميري؟ ايوه سرقوها في نص ملحوظ ابو في الضلمه. من ميتة يعني في حراميه في البلد هنا؟ بيطلع اللي رايح واللي جاي ويسرقوا بندقيتك المير الكحيانه دي يعملوا بيها ايه يا اكل ناس؟ ما عرفش يا حضره العمده. ما عرفتش. غريبه الحكايه دي. طبعا يا ابوي دي عمرها ما حصلت مع غفير من الغفره. الحقني يا عمده حف على يدك اعمل فيها معروف اسح الدين. لغيتوني يا خل. لغيتوك كيف يا دي بندقيه ميري. عارف يعني ايه بندقيه ميري تتسرق منك؟ يا خرب بيتك يا نجاتي يا خرب بيتك يا نجاتي. كفاك هاد انت كفاك. في ايه؟ والعلمه الغفير زناتي عنديه كلام تاني غير اللي انت قلته ده؟ كلام ايه ده يا سحمدان؟ هروح اجيبه لك عشان تسمعه بنفسك. يا بطل بطل اكل ناسك انت. على فين يا دياب؟ انا رايح الاقصر يا مين. الاقصر تعمل ايه؟ افك عن نفسي شوي. ياد قلت لك قبل كده بطل صرمح كل يا دياب. طلبت مني مصلحه وانا قصرت يا ابوي. بالاذن يا ابوي. طيب اخوي روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعال يا زناتي. زناتي ها يا ابوي. السلام عليكم يا حضره العمده. عليكم السلام. خير يا زناتي؟ حديث ايه اللي عايز تقوله لي بخصوص الغفير نجاتي؟ ما تزعلش مني يا نجاتي في اللي حقوله. دي شهاده حتحاسب عليها. شهاده ايه دي يا زناتي؟ خلص يا زناتي قول اللي عندك. من كام يوم كده
نجاتي قال لي انه عايز يشتري جاموسة تانية بس الفلوس مقصرة معاه. هادي قلت لك كده؟ وقال لي انه عايز يبيع بندقيته الميري لحد من حرمية المواشي وقطعين الطريق. أرام عليك يا زناتي، أنا شفتك وقلت لك كده. اكتم اكتم يا كل ناس. كمل يا زناتي كمل. ونجاتي قال لي انه عاوز يضرب نفسه ويقول ان الحرمية هم اللي ضربوه وسرقوا بندقيته. خرب بيتك يا نجاتي، حرام عليك يا زناتي، بتشهد شهادة زور. انا ما قلتش غير الحق. يعني البندقية ما سرقتش منيك يا واط انت؟ ما تصدقوش يا حضرة العمدة، احبها على يدك والله ما حصل. يا سعندان بعد نجس انت. حمدان خد الكلب ده واحبسه في اوضه السلاح ليك، وبكره الصبح لما عمك بصير حياجي خليه يعمل محضر يكتب فيه شهاده الغفير زناتي ويسلم المحضر والكلب ده للمركز بكره الصبح. حاضر يا ابوي، امرك. يلا قدامي قدامي. حرام عليك يا زناتي، تشهد عليا بالزور ليه؟ قدامي يا واد انت. انا عندي عيال بني ربيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا هارون؟ ماله الغفير نجاتي؟ بقيت الغفر قالوا لي انه عمل عمله سودة. انا فهمك على كل حاجه. هنيه، انا جبت لك العشاء عشان تتعشى في اوضتك، ما دام ما عاوزاش تتعشى معانا. همليني الحال دلوقت، غوري من وش غوري. الله بخاطرك عاد. انا ما عرفاش اعمل ايه مع بنتك، خلاص فاض بيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ماله بس العريس اللي تقدم لها؟ عريس زين، الف من تتمناه. هي ما رايداش غير دياب. دياب دياب دياب، يعني اروح لدياب اقول له حب على يدك يا دياب، تعال اتجوز بنتي غصب عنك؟ ايه الهم اللي انا فيه ده؟ انا عليك يا هنيه، البنت هتروح مني وهي قطعه زيت. مساء الخير يا هني. مالك يا بنتي؟ عامله ليه في نفسك دي وقطع الزاد؟ سيبني في حالي يا ابويا الله يخليك. انا عارف اللي بيك يا بنتي. ولما انت عارف يا ابويا ليه سيبني في البر ده؟ طلب بيدي ايه ما عملتوش؟ روح لجوز عمتي وتقول له يخلي دياب يجي يتقدم لي. والجواز بالعافيه هني، يرضيكي؟ اروح اشحت لك عريس يا ابوي. واني مش بنتك، مش قلبك علي. بنتي واجلع انت من الدنيا كلتها، وقلبي رهيف عليك ما قادرش اقسى عليك واصل. يبقى تعمل لي ريحني يا ابوي الله يخليك. لو دياب قال لا اود وشي فين؟ هيقولوا عليك ان انت بايرة وابوك بيدور لك على عريس وما لقالكش حد. ارضيكي؟ انا عندي تعنسي احسن من كلام الناس. حرام عليك يا سحمدان، حرام عليك يا سحمدان، احبها على يدك. حرمت عليك عشتك يا كلب. والله العظيم ما سرقت البندقة، والله ما سرقتها. قالوا الحرام يحلف، انا هأدبك يا كلب. حرام عليك يا سحمدان. اخرس يا كلب. بتقول يا كلب؟ اخرس. ارحموني يا ناس. محدش هيسمعك يا حيوان. أدبوا ياما. يا حبيبي يا حاج، قولوا لهم اني بريء، خلي سحمدان يفكني. فكوا حمدان، فكوا حمدان. ما ينفعش افكوا ياما.
فكوا وخليه يروح داره. قلت لك ما ينفعش يما. وفديه ما خدش الامر اللي من ابويا. ها كان لازم يعني الجاموسه تعيا وتروق عشان امي تطبخ لنا زفر. اللي يسمعك يقول عليك محرومه يا حزين. اصبر لما ابوك ياج عايط عليا. و مساء الخير. مساء الخير عليك يا ولد عمي. جبنا في سيره القط. قطع لسانك. جبنا في سيره السب. اقعد يا ولد عمي كل معانا. حل علينا اللجنه. ماليش نفس. ده انا ما دقتش الزاد من الصبح ويعلم ربنا جعانه وما رضيتش اكل لما تاجي. بو عليكم؟ مالكم ومالنا؟ مالكمش صالح بينا؟ كمل واكلكم يلا. في هتعمل زي عيال صغيرين يزعلوا ما ياكلوش شيء؟ فوتني في حالي يا نصرة. لا ما هفوتكش في حالك. لو عندك حاجة مني قولها ما تعبيش في قلبك. كلامي هيزعلك يا بنت الناس. يزعلني أنا راضية بس طلع اللي جواك. أنا لما اتجوزتك ما بقيتيش مرتي وبس. لا بقيتي مرتي وأمي وأختي وكل أهلي وناسي. لا عرفت قبلك ولا بعدك. طول عمرك جوا قلبي من واحنا عيال صغيرين. والله عارفة يا واد عمي وحمد ربنا وشكران انه اداني راجل زين زيك يحبني ويخاف علي. لا عمري زعلتك ولا فتك تنامي ودمعتك على خدك حتى لو جيت على نفسي، ولا عمر رفعت يد عليكي. انت كنت عايز ترفع يدك عليا يا يوسف؟ ما اقدرش. تسلم. انا من يوم ما قلت لابوكي الله يرحمه عايز اتجوزك عهدت ربنا احطك جوا عيني واتحمل واقول معلش. كفايه انها شقينا معايا في تربيه العيال. كتر خيرك يا واد عمي. لكن دلوقتي ما بقيتيش تاخدي رأيي ولا تعملي الحساب. كل حاجة تعمليها من راسك ولا كان جوزك وابو عيالك ولا لي عليك كلمة. هي نصرة ما بقيتش ملعنيكي؟ لا والله لا عشت ولا كنت. بس هو أنا يعني سواعي بعيب عليك طيبة قلبك مش أكتر. أنا مش عاجز ولا عويل. أنا كان ممكن أرد على العمدة كلمة بكلمة أقول لله عورت تعور في عينك، لكن ربطت لساني ربطت علشانكم. أقول له روحي الكلمة اللي هتطلع من خشم دي هيكون تمنها إيه؟ العمدة يقتلني؟ يكره علي زي ما عمل مع غيري؟ ولا يحرق بيتنا زي ما عمل مع الحاج رضوان وحرق ولده؟ أنا مش خايف على نفسي سمعاني؟ أنا مش خايف على نفسي، خايف عليكي وعلى العيال. خايف يتيتموا ما يلقوش اللي يربيهم. تشر عليك يا أخو، سايق عليك النبي ما تقولها. أنا مش عايز تحط راسك في الطين، لا أنت ولا العيال. عشان كده أنا حطيت راسي في الطين. اتحملت كل حاجة. حتى الخدمة في بيت العمدة، تحملتها. سمعت كلام. سمعت كلام بيسم البدن. الكل يضحك علي ويقول علي مش راجل. قطع لسان الكل. اللي يعمل كل ده علشانكم ما بقاش راجل. من السعادة انت في حالك وانا في حالي. يحرم علي زادك والحديث معاكي والفرشة اللي هتنام عليها. انا خلاص خلاص استويت. استويت يا بنت عمي والله العظيم ثلاثة استويت.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت ايه بس اللي خليك تحلمي حلم زي كده؟ يمكن من كتر اللي شفته وسمعته عنكم في الصفونيه، الدم والطار والحرك. ما تخافيش عليا يا زينب، عمر الشاجي بجي. انت ليه يا فراج ما تقولش لابوك يبطل العمايل دي، القتل والطار؟ زينب خليكي في حالك، ومالكش صالح بالحديد ده، ده سلو الصفونيه من زمان، ومش احنا اللي هنغيروها بين يوم وليله. بس انا خايفه عليك يا زينب. ما تخافيش، قلتلك ما تخافيش. مش هنناموا بقى؟ لا انا ما جايليش نوم، نام انت. وانا هيجيلي نوم وانت بالحاله دي. طب ايه رايك ننزل نتمشوا شويه على البحر؟ والغفير نجاتي يعمل عامله زي دي ليه؟ ليه ضرار يا زاهي؟ تلقيه كان محتاج فلوس زي ما زناتي قال عشان يكمل تمن الجاموسه اللي كان عاوز يشتريها. الغفير نجاتي عمره ما احتاج حاجه، لا هو ولا مرته. عمري ما قلت لهم لا على حاجه. اشمعنى الغفير نجاتي ومرته اللي ما بتقول لهمش لا على اي حاجه يحتاجوها؟ ما هي مرته بتخدم معنا في البيت، وهو كمان ساعات ببعته مشوار هني ولا هني ولا هني. ايوه قلتي لي. عموما يا زاهي الحمد لله ان ربنا كشفه لنا، ما راح زي ده ملوش امان ويعض اليد اللي تحصل له. وانا اللي كنت مديله الامان ومعايا مطرح مروح رجله على رجلي. تريه دي بسعرار ولا ما دريانش دي بسعرار يا زاهي ملوش امان. بقول لك ايه يا عمدي، بلاش توديه المركز، وإن كان على البندقية خلاص نشتروا له غيرها. والله أنت على نياتك يا زاهية، دي بندقية ميري ليها رقم مسلسل مثبوت في دفاتر الحكومة، أجيب له بدلها منين؟ يعني هو أنت شوية عمدي؟ يعني أنت تعرف تعمل حاج؟ وفيها يا زاهية كلب وسرق وقبضنا عليه، زعلان عليه ليه؟ ما يحبسوه ولا يشنقوه ولا يروح في 60 داهية. يكونش من بقيت عيلتنا ولا ما عارف شيء؟ لا عيلتنا ولا ما عيلتناش، براحتك. اوه بزيادك يا خلاص، بزيادك كفايه. لا مش كفايه يا حمدان، ومش حاسكت غير لما امك تكتب لك زي ما كتبت لاخوك، ده حق ولدي ومش حسيب. احب على قدك يا اخلاص كفايه ارحميني. ايه عاوز تولعيه حريقه ولا ايه؟ تولع زي ما تولع، ولا عاوزني استنى لما امك تكتب كل اللي حلتها لاخوك فراج؟ زين انك لسه صاحيه وما نمتش يا حاجه؟ ايه في ايه تاني؟ كل شويه تجيب لي مصيبه شكل. انا ما هقولش حاجه لامي ولا هطلب مني تكتب لي ارض ولا غيره، وخلصينا في ليلتك الطين دي يا اخلاص. هي يا ليلى طين صح يا ولدي، بس على دماغ مرتك اللي زي الحي. هتضربيني يما؟ ويا ريتها تاجي على الضرب وبس. ايه ده يما مش كده؟ ما انت لو كنت كسرت لها يد ولا رجلي من يوم ما اتجوزتها ما كانتش اتمرعت علينا وعاوزه تخرب البيت. مين فينا اللي عايز يخرب البيت؟ انا ولا انت؟
مين فينا اللي بيوزع أرضه على ولد الصغير؟ مين فيهم أولى؟ حمدان ولا فراج؟ مين فيهم اللي عامل حد ومداس ليكي ولعبوه؟ وانا اللي حطاكي في عينيا وفي رموشي من جوا من يوم ما دخلت الدار دي؟ اكتمي اكتمي يا خلاص اكتمي. بترفعي صوتك عليا يا جليلة الحياة يا جليلة الرباية؟ لا انت ما بتجيلكيش قعد في البيت ده. حمدان ارمي عليها اليمين. انت بتقول ايه يا ام؟ بقول لك طلقها والا لا تبقى ولدي ولا عارفك واتبرى منك ليوم القيامه. يما يما اهدي اهدي يما والصباح رباح ان شاء الله. قلت لك مرتك دي ما هتبيتش في البيت ده. يما يما حب على قدك الوقت متاخر بلاش فضايح. الصبح ان شاء الله خد على بيت ابوها وساعتها يحلها ربنا. مرة سو قبل يلمك. عجبك اللي امك عملته فيا؟ خلاص طفي النار دلوقتي خلاص. اسمعي كلام امي ان شاء الله هتعود على بيتك على طول. وحون عليك هتقدر تبعد عني. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم يا رب كل ذنب العظيم. أستغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا أبوي أنت فين يا أبوي؟ حق ولدي يا عمدة حق ولدي يا ظالم يا عيلة ظالمة يا عيلة ظالمة كلتكم. حق ولدي يا عمدة. مالك يا نصر؟ انت فين يا ابوي؟ يا ابوي نصر رد علي. يا عيلة ظالمة حق ولدي يا عمدة. جيدة نار جيدة نار. يا ولاد يا حسن حسن يا علي الحقوني يا ولاد امكم هتروح مني. ابوي ماله؟ ما عرفاش. استر يا رب يا رب استر يا رب. رد عليا يا ناس فيك ايه؟ امي رد عليا يا امي. امي وين امي يا ابوي؟ رد عليا. لقيت جيتها جايه نار متخدر في جيتها حمى. امي اسحر ردي عليها عشان خاطر الا جرالها يا ابوي. أنا السبب حديثي معاها امبارح كان وقع قوي قوي ما تحملتش دمها اتغرق جت حمى. ليه بس يا ابوي؟ امي طيبه وغلبانه. أنا السبب. سامحيني سامحيني يا بنت عمي يا بنت الناس سامحيني. يا ريت نظامي كان صبلاني. اما اسحي ردي عليا. اما اما يا ابوي روح هات لنا دكتوره. منين دلوقتي؟ احنا مجانين. من اي حته يا ابوي؟ ان شاء الله من بلد تانية ان شاء الله من النجع. اتصرف يا ابوي الحق امي. حاضر حاضر حاضر. اما ردي عليا يا اما. امي هتموتي علي. اوعى اسمعك تنطقيها تاني. انا هخش اجيب لها حته خلق احطها على نفوخها لقايد زي النار. ردي علي يما ردي علي ردي علي يا زينة. ما تعبتيش من قعدتك دي؟ احنا قاعدين هنا من الفجر. طب همي همي بينا على لوكندا. لا خلينا قاعدين هنا. ليه يا زينة؟ لسه برضك حكاية الكابوس دي؟ يا بوي ده انت زي ما تكون نار خارجة من صدرك يا بنت. قلتلك ما تخافيش.
طب قومي قومي نتمشى شوية. خلينا قاعدين هنا يا فراش. بصراحة كده أنا جوع وعصافير بطني بتصوصف. أنا ملياش نفسي للوكل. حتى لو قلتلك إن وكلة السمك بتاعتك دي عجبتني قوي قوي. صح يا فراش. ونفسي كمان تفصصي لي البتاعة اللي أنت وكلتها لي امبارح دي اللي اسمها الاسباكوزي. قصدك الاستاكوزا؟ يا ستي مش مهم الاسم، المهم إنك توكليني من يديك الحلوة دي. أيوة كده سايق عليك النبي، ما تحرميني من ضحكتك اللي زي العسل دي. يلا يا حمدان. الظلم ساعة مهما طلدوا والحق باكي يا خلق لي ساعة واللي طاطي يا زنو يا ويدو ليدوك هنا ولا قبر أي ساعة وكيف نسيب والورد يطرح تاني